باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك.